تقدر تشتري لعلبة الحليب؟ لا منين؟ ثمن علبة الحليب مش حاطط التعريف؟ حوالي 1300. ما بقدر اجيبها يعني. ما بتقدر تشتري لها طبعا علبة الحليب. طيب هلا الاطباء خبروك انه ممكن لسه بدها مراجعة او شيء بعد فترة؟ قال احتمال انشال الجهاز كله يرجع نعمل عملية من جديد. تمام. اذا سكر. يعني لسه وضع ما راح حتى هلا ما لسه لحد الان ما مضمون. تمام. ما بعرف يعني انت شو بتحب تحكي، شو بتحب توجه رسالة؟ لا اله الا الله، بدي اوجه رسالة. يعني رسالة هي انه خلي الناس تحس فينا بس. بين الله. ان شاء الله سلامتك عمر. الله يشفي لك يا رب. الله يسلمك. يعطيك العافية. طبعا نحن هلا باحد المنازل معنا واحد من الاخوه اللي عنده اطفال، هن بحاجه لحليب اطفال. عندك كم ولد؟ والله في عندي ولدين او عمرهم شوي، وفي هذا الطفلين. هذول الطفلين شو عندهم عمر الطفل؟ هاي عمرها سنه ونص، هذا عمره سنه. سنه ونص لسه عم تاخذ حليب اطفال؟ لانه قيادي على اصبعهم. لسه عم تاخذ حليب اطفال؟ بتاخذ لانها معها مثل اعاقه. هلا اثنين عم ياخذوا حليب اطفال. هذا طبعا عم ياخذ حليب اطفال. طيب شلون عم تجيبه؟ منين عم تجيب حليب اطفال؟ والله من امنا من الغاسي، ما عندنا غير الغاسي يعني. طيب انت بتقدر تشتريها لعلبة الحليب؟ لا والله حق 1400 ليرة ما بنقدر نشتريها. ما بدنا عاطين عن العمر. ما بشتغل شيء. خالص. طيب في حدا بيساعدك غير مكتب الاغاثة بموضوع الحليب؟ بيقدم لك شيء؟ لا والله لا، لحد الان لا. طيب مكتب الاغاثة وقت عم يعطيك علبة الحليب عم تكفيهم كل الشهر؟ اني بستهلكوا بالشهر تقريبا شي 10 علب. ايوه. بقضي بالشهر كله علبتين او ثلاثه، اوقات الشباب يعني بيعطوني اياها منهم هيك. يعني اربع علب. يعني اربع علب يعني اكرامي الرابعه. طيب اربع علب وانت لسه بدك سته؟ بدي سته لسه. في هون بدها علاج، بدها ادويه. ولا اربع خمس شهور يعني ما عالجتها، لازم الادويه تبعها. خلص. ما حدا فكر يجي عليك ويشوفك؟ لا. شوف ولادها تساعده. لا لحد الان ما حد جاي. ما حدا. ما في غير مركز الاغاثه. بس. بيعطوني اغاثتين وبيعطوني حليبات الصغار. اللي هن علبتين وثلاثه فقط، ما في غيري. ما في غيري. اوقات بتغاضوا عن الرابعه. بكون الوضع صعب. مين الله يفرج علينا وعليك. امين يا رب. لا تكفي. الله يعافيك. طبعا ما بس المشكله بحليب الاطفال وادويته. كمان للاعاقة بالاطفال قصه ثانيه وماساه ثانيه. ثلاث اطفال لعائله واحده وثلاث اطفال ما لنا شايفين رضا. طيب انا بدي اسالك بس انه هدول الاطفال شو حاجاتهم؟ شو بتطلبوا يعني؟ حاجاتهم بدهم دواء. بدهم حفاضات كل ثلاث ايام، بدهم تقريبا كل واحد كيس حفاضات. حليب اكل ما بيقدروا يعني ياكلوا عشان ما عندهم هضم. بدهم دواء كل فتره وفتره تقريبا مصاري 1000 ل 2000 ليره. طيب انتم عندكم قدره اول شيء انكم تعملوا لهم الادويه والاكل والشرب، عندكم هاي القدره؟ ما لنا قادرين نطلع برات البيت ولا ثاني، ما في قدره، لا لا قدره مصاري ولا قدره نطلع. طيب في حدا عم يساعدكم؟ ما في حدا عم يساعدنا الا الله. ابدا. طيب حاولتوا انه مثلا تعملوا لهم علاج؟ في دكاتره عم يشوفوهم؟ ما في دكاتره محاصرين، يعني صار لنا هلا اكثر من سنتين محاصرين، ما حدا عم يفوت علينا ولا حدا عم يطلع. يعني عايشين منطقتهم. هدول الاعمار شو؟ يعني هدول الاطفال شو اعمارهم؟ هي صف 8 سنين، هي 6، هذا 5. يعني اعمارهم المفروض يكونوا انه كبار يعني. لازم يكونوا هلا بالمدرسه، هاي لازم تكون ثالث، وهي لازم يكون ثاني، وهذا لازم يكون اول. عبد الله يعني بس بسبب الاعاقه هيك وضع؟ ما في يعني ما في دكاتره اللي حتى في حدا جرب يساعدكم انه يجي يدق بابكم، عرض عليكم مساعده؟ ما حدا ساعدنا ولا حدا عم يدق بابنا، وكثير عايشين مأساة صعبه. ما لنا الا الله. لا اله الا الله. الله يفرج علينا وعليكم. امين. معاناه الاطفال لا تنتهي. انت عندك هدول الاطفال؟ نعم. يعني ما بعرف شو حاجاتهم، شو بيلزم؟ حاجاتهم انه حليب. حليب وصور. وانا غير قادر على انه اجيب فرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن هلا مع موجودين مع مسؤول مكتب الاغاثي واحد مكاتب الاغاثي في مدينه الحلول. اخونا ابو سليمان، يعني بدي اسالكم انت كمكتب اغاثي شو دوركم وشو الخدمات اللي بتقدموها للناس؟ لمين هاي الخدمات اللي بتقدموها؟ طبعا كل الاغاثي بتفترض في البدايه هو طبعا اغاثه غذائيه. نحن عم نقدم اغاثه غذائيه لحدود 1450 عائله. بالاضافه الى اغاثه طبيه، نحن بنقوم المساعدة على إجراء عملية جراحية، موقوم بدفع بعض الفواتير الدواء. طبعا بالإضافة إلى إغاثة الأطفال. يعني أنا بدي أسأل شغلة أول شيء، نحن عندنا 1450 عائلة عم تستفيد من هاي الإغاثة، هل فعلا
سنين واحدة. طبعا احنا في عنا بحدود مكتبنا مسجلين في مكتبنا بحدود 450 طفل طول واحد سنة، بنقدم لهم نوعين من الحليب اليومي الواحد بالمية. طبعا الاطفال دول 6 اشهر هي اكثر حاجة ان معتمدين اعتماد كامل على الحليب لهم، في حال الحليب الفم انفقر معناتها ما في بديل للحليب الفم. عدده بحدود 300، طبعا الاعداد اكبر من هيك بكثير، بس نحن الرقم اللي فينا نخدمه هو هذا. وللاسف حتى حاليا نحن امكانياتنا قلت كثير، قلت كثير جدا. نحن تقريبا على خالصين، ما في عندنا اي شيء نقدمه للاطفال. يعني لا انا بدي اسال شغله كمان، نحن 450 طفل، في حال انتم وقفتوا كمكتبات ما اعطوكم منهم شيء، هل يوجد البديل؟ لا طبعا. يعني مثلا هيئه ثانيه او مؤسسه ثانيه هذا نفس الشيء؟ ما في اي احد مقدم هاي المساعده لدول. حلو. فقط مكتب الاغاثه. طيب يعني انتم كمكتب الاغاثه يعني تساعدوا او تكونوا جزء مهم كبير بالنسبه للمدنيين، يمكن انه هو الجزء الاهم بالاغاثه. شو المشاكل اللي عم تواجهكم اثناء عملكم؟ طبعا المشاكل الرئيسيه هي بالتمويل. طبعا التمويل لا كافي لا تغطية حتى للاعداد اللي متوفره عندنا، يعني ممكن لا تغطي لاي موزعات شهرين او شهر ونص او احيانا اكثر من هيك. الطفل بقتصر الحليب العنزوليا على علم الشهر احيانا او 200 بالشهر، وهذا غير كافي. هلا الفكره انا بدي احكيها انه يعني ترى عم تضر دراستكم، عم تضر عم توصل الناس اللي عم تاخذ دراسه لحد الكفايه، يعني تعطوا فاين ناس ابدا. هذا عم اقول انا، يعني عم اقول انه نحن بنوزع كل شهر ونص سنه لنايب من حدود 2000 ريال. يعني هاي العوائل المتوسطه ما بتكفي اسبوع واحد او 10 ايام على الاقل. الطفل ربما حاجته من الحليب بالشهر لاربع علب او خمس علب، نحن عم نقدم له علبه وعلبتين على الاكثر. انا بدي اسال شغله كمان، انتم كمكتب اغاثي هل انتم يعني اذا افترضنا انه انتم جهه موجوده في هاي المنطقه، هل انتم كافيين هاي المنطقة تماما؟ لا ابدا، نحن غير كافيين. قلت لك ان الاغاثة جدا محدودة، التمويل محدود، اي عمل بنقوم فيه بحاجة لتمويل والتمويل غير متوفر. غير متوفر، غير متوفر. طيب انا يعني انت بالنهاية يعني مسؤول مكتب اغاثة، يعني ما بدي اقول مسؤول مكتب، انت بالنهاية رجل عم تشتغل بالاغاثة وقريب من الناس ومن اوجاعهم. فانا بدي اياك توصل رسالة او تنقل رسالة للناس اللي عم تشوفنا. طبعا نحن بنناشد كافة الهيئات والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية، طبعا الهيئات المدنية، بتقديم يد العون والمساعدة، لأنه نحن في 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 أزمة. نحن مشاكلنا ما بس بالتمويل، طبعا مشاكلنا بالطرق، مشاكلنا بالإيصالات، مشاكلنا بالقصب، مشاكلنا في كل هاي الأشياء. بنناشد كل الهيئات المدنية الحكومية أو غير الحكومية، بنناشد كافة بعصر طبعاً يعني حسب حدود الإمكانيات. نحن بنناشدهم أن يستمروا بالدعم لأنه المشكلة كبيرة وضخمة جداً، بحاجة لتضافر كافة الجهود. وإذا بعد بالنهاية الناس عم نخدمهم، يعني قد يكونوا في منهم مثلاً حليب أطفال، أنا بجوز عم أقدم حليب لأطفال، لأطفال وهم مغتربين من عندنا مثلاً، في ناس مغتربين من سوريا، في ناس من أولادهم موجودين في المكان. فنحن عم نخدم كل الناس، عم نخدم أهلنا وأهلهم. وفي النهاية هذا واجب أخلاقي، نحن قدرنا مجتمع بحاجة إلى مساعدة، ونحن في ظروف استثنائية قلة لشعب بمرفأ، فبحاجة مع بذل كل الجهود في مشاكل، فكيف إذا ما بذل كل الجهود؟ طبعا يعني أكبر مشاكل بالنسبة لموضوع الأطفال والأدوية يعني يمكن هو الأدوية. طبعا الأدوية ما بس الأطفال، كل الناس في يعني كافة الأعمار كبار وصغار في مشاكل بالنسبة لموضوع الأدوية. هلا نحن بحث صيادلي، بحث صيدليات، بنلتقي بواحد من الشباب الصيادلي الموجودين بالمنطقه. انتم كصيادلي شو مشاكلكم بالنسبه لموضوع الادويه؟ في مشاكل كثيره، بس اهمها عدم وجود مستودعات يكون فيها احتياطي دواء للمنطقه، الحصار الخانق بسبب الحواجز ما يوصلنا دواء ابدا، جور النقل ممكن يجي من المناطق البعيده عن منطقتنا، الاسعار غاليه كثير. نعم. هلا بس يعني هلا بالنسبه لنا موضوع الادويه يعني شيء مهم كثير، فهل يا ترى انتم الادويه اللي موجوده او الادويه المطلوبه كلياتها موجوده؟ يعني في عندكم نقص بمواد دماء معينه؟ عندنا نقص كثير كبير، الدوله عم نأمنه بتقدر بنسبه 20% بس. نعم. خصوصا هلا جايين نحن على فصل الشتاء، ادويه الاطفال تمام. هو هذا السؤال، يعني هلا
الاطفال يمكن هن الخاصر الاكبر باللي عم يصير بسوريا. طبعا. فانتم كقطاع دوائي هل لديكم كل الادويه اللي اطفال حصرا بيطلبوها؟ ما عندنا الكميات المطلوبه والادويه في نقص كثير، يعني ادويه الاسهال، المراجعه، الاعتياءات، الانفلونزا، وجايين نحن قصه شتي، الرشح، مصاب عصابات، كلياتها بنسبه كبيره معدومه. كلياتها معدومه. طيب انت برايك انه هاي المشاكل كلياتها ممكن يكون لها حل؟ في حلول اذا المجتمع كلياته تكاتف لحلها، منها انشاء مستودع باداره المجلس المحلي مثلا تامين فواتير الدولة اللي نحن بنقدم لهم اياها، وتكون هي تحت ادارته وهو بيشتغل على توزيعها. جمعيات خاصة، جمعيات دوائية بتجيب الدواء وبتصير التكلفة، مشان في ناس حالتها المادية تحت المعدومة ما بتحسن تشتري الدواء، خصوصا هلا بالاسعار اللي اختلفت كثير. الله يعطيك العافية. نعلق بصيدلية ثانية حتى ناخذ رأي أخ ثاني من الصيادلة اللي موجودين. هلا نحن التقينا شوي بواحد من الشباب وحكينا عن كثير مشاكل بالنسبة لكم كصيادلة. انت بالنسبه لك كصيدلي شو المشاكل اللي عم تواجهك بعملك؟ يعني المشكله الاساسيه عدم توفر الادويه. نعم. يعني شو سبب انه ما في ادويه مثلا؟ الحصار المفروض من قبل الحواجز النظام. نعم. ما في اي نوع ادويه ممكن انت قادر تدخله، بغض النظر هو ادويه اطفال، ادويه كبار، ادويه مسنين، امراض مزمنه، مهما كان النوع ممنوع. ما في ادويه عم تدخل. صعب جدا عن طريق طرق ملتويه، يعني ما في طريق نظامي، مستحيل. هلا بالنسبة لحليب الأطفال يمكن وأدويتهم هن بشكل كبير، يعني الأطفال يمكن هن أكثر ضرر. فأنتم كصيادلة شو الأدوية الأطفال الموجودة وأرضية الأطفال بنفس الوقت كمان اللي موجودة عندكم متوفرة؟ الأهم هو حليب الأطفال والأرضية الأطفال. نعم. من الوجبات الغذائية المحضرة، فهي غير متوفرة نهائيا، وإذا بتتوفر بتتوفر بكميات قليلة جدا ونادرة وبأسعار غالية جدا مكلفة. علبة حليب الأطفال إذا انوجدت توصل سعرها تقريبا بحوالي 1300 أو 1400 ليرة سعودية. طيب هي بالحوالي عندي شو كان سعرها؟ طبعا قبل موجة غلاء الأسعار كانت 450 ليرة اليوم 1400 ليرة. طيب بالنسبة لموضوع الأدوية، الأدوية مثل ما قلت لك في أدوية أساسية هلا لازم تكون متوفرة بكل صيدلية خاصة في فصل الشتاء، بس هي غير متوفرة. أدوية الإسهال، أدوية الأقياء، أدوية الالتهاب، خفضات الحرارة، تحاميل، كريمات التحسس، كما أنا شايف الكريمات ما فاضية، يعني ما في أي شيء مستهلك، الموجودة هي شغلات نوعية. فأنتم يعني بدي أسألك إنه أنتم مشاكلكم لها حل؟ ممكن يلتقى لها حلول. الحلول توجد من تعاون، أولاً المجلس المحلي ممكن يكون له دور كبير جدا بهالموضوع هذا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هاي مثال لاحد الاخوه، ادويه اطفال، مضاد اقياء ودواء اسهال، واثنين غير موجوده، ولساتنا نحن في بدايه فصل الشتاء، لسه ما بلش فصل الشتاء. طيب انت موجود يا اخي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. يعني بدي اسال انه مشاكلكم عن انه ممكن تلاقوا لها حل او طريقه او في جهة ممكن تساعدكم بهالموضوع؟ ممكن المجلس المحلي كله دور كبير بالمنطقة بحيث انه هو يأمن على الأقل وسيلة نقل، انه يشيل عنا على كاهن نحن أجور النقل ممكن، فنحن بهالحالة هاي ممكن نبيع بسعر أقل، وحتى ممكن تكون في فكرة بيع بسعر التكلفي لمساعدة الناس في هذا الموضوع. في شغلة أنا بلاحظها لو أنا من السجون، لو أنا ممكن أدخل على الصيدلية لأقي علبة دواء بإيدي، روح على صيدلية ثانية لاقى علبة دواء ب 600. كلام سليم. ونفس علبة الدواء يعني. كلام سليم مظبوط. شو السبب للتفاوت الكبير بهالسعر يعني؟ السبب انه مثلا انا بدي اجيب النوع هذا من الادوية، انا لما عم اجيبها بنعرف بطرق ملتوية وسعر تكاليف نقل غالي جدا لانه المنطقة بعيدة. فمثلا هاي القطعة انا بدها تكلفني لنفرض اجور نقل 1000 ليرة. بس انا لما عم اجيب كميه كبيره انا عم احاول اني اوزع الاجور النقل على الكميه الموجوده كلها، هيك بصير سعر اقل. بس مثلا في اشخاص صيادين بيجيبوا كميات قليله، فالاجور النقل عم تتوزع على عدد اقل، فبدها تتفق على قيمه علبه الدواء. هذا هو السبب. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. المآسي لا تنتهي في مدينه كرت، ربما المآسي لا تقتصر على الاطفال ولكنهم قد
يكونوا الأكثر ضرر نتيجة لضعفهم ونتيجة لعدم توفر المواد الذين يحتاجونها بشكل يومي، نتيجة لحصار النفوذ على المنطقة بقصف مستمر. طبعا الآباء يبذلون جهدهم لمحاولة تأمين حاجات هؤلاء الأطفال، ولكن للأسف ضيق الحال يمنعهم من ذلك. سوف تستمر المعاناة إلى أن شاء الله وتفرج إن شاء الله بنصر طريق. من مدينة الحولي كان معكم سامر الحمص.